اما يعني يقولها اطراف يا دكتور اليوم في 2021 اعتبروا الاجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ضروريه جدا لوقف النزيف ما سموه بعشريه الفساد، وراوا فيها ربما جاءت متاخره، يعني برروا له هذه الاجراءات. وهذا غير مقبول، غير مقبول انك تكون مختلف مع النهضه، شيء انا مختلف مع النهضه، لكن انك تكون مختلف مع النهضه وهذا اختلاف هذا يسمح لك باش تمشي تلقي نفسك في 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 الدكتاتوريه، هذا غير مقبول، وهو يفضح هشاشه الوعي الديمقراطي وهشاشه الديمقراطيه. شوف راي الناس كلها تتحدث عن الفساد ومحاربه الفساد بابا با فساد فساد، الناس كلها زادت تدعي الديمقراطيه وكذا. انا وقت اللي نشوف مثلا هذا الاحزاب اللي يسموه حزب البراميل مثلا، اللي هو عايش بالديمقراطيه وعايش على الديمقراطيه، ولولا الديمقراطيه ولولا الحريه عمره ما كان يفرح بها، يعني يصفق البشار الاسد اللي قتل الشعب وقال شنو قال ممانع وما ممانع وكذا. هذا ديمقراطيين؟ ما همش ديمقراطيين، طبعا ما همش ديمقراطيين. بالعكس انا نعتبر اللي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الان يعني الانقلاب فرز ما بين الديمقراطيين الحقيقيين والديمقراطيين الغير حقيقيين، وهذه وبقدر ما تدوم هذه الازمه وبقدر ما تصعب وبقدر ما يجي باش يجي التنكيل وباش يجي الانتقام وباش كذا، قد ما تزيد تفرز. خليها تفرز، خليها تفرز، خليها تفرز، خليها تفرز، ما عنديش خوف، مش مشكله. هذه باش تصفي يعني الديمقراطيين الانتهازيين والديمقراطيين الفاسدين والديمقراطيين اللي بالنسبه لهم الديمقراطيه مجرد يعني كلمه وشعار للوصول الى السلطه، ما بين الديمقراطيين الحقيقيين اللي هم باش يوقفوا مع الشعب ومع الدستور. خليها تفرز يقع، ما هو ما وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، ربما سيجي من نهار تشكر فيه قيس سعيد. نعم.